بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئتكم بدرس جديد، وهو كيفية قراءة وكتابة الأعداد الكبيرة. فلنبدأ بهذا العدد. الكثير من التلاميذ عندما يرون هذا العدد يخافون قراءته، وهو في الحقيقة ليس بصعب. أول حاجة نديرها هي تجزئة هذا العدد إلى أجزاء، يعني نقسم هذا العدد إلى ثلاثة ثلاثة ثلاثة. نبدأ الآن بالعدد 621. هذه المنزلة نسميها منزلة الوحدات البسيطة. المنزلة الثانية 974 هي منزلة الآلاف. وأخيرا المنزلة الأخيرة 768 هي منزلة الملايين. قبل ما نقرأ العدد يليق نجزئو كما هكا، يليق نجزئو كل ثلاثة وحدهم، الوحدات البسيطة والآلاف والملايين. قبل ما ننتقل إلى الآلاف يليق نكون عندي ثلاثة تاع وحدات بسيطة، ثلاث أرقام. وقبل ما نروح الملايين يليق يكون عندي ثلاث أرقام تاع الآلاف. إلا ما كانش عندي ثلاثة تاع الآلاف ما نروحش للملايين، إلا تكون عندي ثلاثة آلاف وثلاثة وحدات بسيطة باش نروح للملايين. الآن نقرأ هذا العدد. لاحظ 621 باللون الأصفر، 974 باللون الأخضر، و768 هي باللون الأحمر. دائما من نبغي نقرأ العدد إلا نقرأه من اليسار، لولا جزء من اليمين. عندما أجزئ منزلة الوحدات البسيطة نبدأ من اليمين، ثم منزلة الآلاف، ثم منزلة الملايين إن وجدت. الآن من نبغي نقرأ هذا العدد نبدأ من اليسار. 768 مليونا، 768 مليونا، ثم 974 ألفا، 974 ألفا، ثم ننتقل إلى المنزلة الأخيرة وهي 621. إذن العدد هو 768 مليونا و 974 ألفا و 621. راك تشوف عزيزي التلميذ أعطيت كل منزلة أعطيتها لون لأسهل عليك قراءة العدد. الآن ننتقل إلى تمرين بسيط، سوف نقرأ هذه الأعداد مع بعض. نقرأها ونكتبها بالحروف. لاحظ عزيزي التلميذ أن العدد الأول هو باللون الأصفر، لم نصل بعد إلى منزلة الآلاف. إذن نقرأ هذا العدد 657، 657 وحدات بسيطة. العدد الثاني اللي راني نشوف فيه، فيه الوحدات البسيطة وفيه ربعة في الآلاف، ما نروحش للملايين لأنني أو عندي ثلاثة وحدات بسيطة وعندي رقم واحد في منزلة الآلاف. إذن هذا العدد نقرأه كالآتي: 4357. 4357. ننتقل إلى العدد الذي يليه، عندنا 957 راهي ملونة باللون الأصفر، يعني إذا عدينا ثلاثة. الآن ننتقل إلى الآلاف، عندي 34، ما كاش ملايين، لم نصل إلى الملايين بعد. إذن عندي رقمين في الآلاف، إذن نقرأ 34 ألفا، 34 ألفا و 957، 34 ألفا و 957. الآن العدد الذي يليه، عندي ثلاثة في الوحدات وعندي ثلاثة في الآلاف، ثلاثة في الوحدات وثلاثة في الآلاف. الآن كنا نبغي نزيد عدد واحد آخر ندخل في الملايين. إذن من نبغي نقرأ هذا العدد نقرأ الآلاف هي الأولى ومن بعد نزيد الوحدات. إذن عندي 634 ألفا، ما ننساش كلمة ألفا، 634 ألفا و 852.
إذن هكذا يكتب العدد 634,852. الآن العدد الأخير، لاحظ معي جيدا العدد الأخير، علاش لونا العدد 5 باللون الأحمر؟ لونا العدد أو عدد الوحدات البسيطة باللون الأصفر، عندما كملنا 3 تاع الوحدات البسيطة انتقلنا إلى الآلاف، كذلك الآلاف كي كملنا 3 تاع الأرقام لابد عليا أن أنتقل إلى الملايين. مكاش 4 نقولوا 4 في الوحدات، 4 أرقام في الوحدات ولا 4 أرقام في الآلاف، لا، عندي 3 3 3، 3 تاع الوحدات، 3 تاع الآلاف، الآن ننتقل إلى الملايين. إذا لقراءة هذا العدد نقرأ من اليسار 5 ملايين، وما ننساش كلمة ملايين، كاين بعض التلاميذ يقرأ 5,934، لا، 5 ملايين، إذا نقرأ المنزلة 5,934 ماذا؟ 1,314. إذا والعدد يكتب هكذا 5,934,314. هكذا نقرأ ونكتب الأعداد الكبيرة. الآن ننتقل إلى كيفية كتابة الأعداد بالأرقام. مرات الأستاذ يعطينا أعداد مكتوبة بالحروف ويطلب منا كتابتها بالأرقام. إذا نقرأ هذه الأعداد جيدا، ابتداء من العدد الأول 924. 924، تلاحظ عزيزي التلميذ راني ملونها قاع باللون الأصفر، علاش؟ لخاطش ما عنديش الآلاف. إذا هذا العدد بسيط كتابة تاعو، إذا يكتب هكذا 924. 924. العدد الثاني راني ملون جزء بالأخضر وجزء بالأبيض، 36,000. 36,000، نكتب 36، نكتب 36، وما ننساش عزيزي التلميذ تبع معي جيدا، اكتب 36 اللي هي في منزلة الآلاف، وما ننساش باللي باقي لي منزلة الوحدات، ومنزلة الوحدات فيها 3 أرقام، هذه ما ننساهاش، فيها 3 أرقام منزلة الوحدات. إذا عندي وأربعة، ما نكتبش 4 أحد 6، لا، 4 تكتب في الآحاد، أما العشرات والمئات تاع منزلة الوحدات نضع 0. إذن 36,004. هنا التلاميذ، الكثير من التلاميذ يخطئون في كتابة هذا العدد. إذن كي نكتب 36 في منزلة الآلاف، ندير في بالي باللي باقي لي 3 أرقام غادي نكتبهم في منزلة الوحدات، والأستاذ راه يكتب لي 4، إذن 4 نكتبها في الآحاد، ونكتب الصفرين في العشرات والمئات. لاحظ التمرين العدد الثالث 85,000، نكتب 85 في الآلاف، و400، يعني 3 أرقام في منزلة الوحدات، 400. 36,040، إذا نكتب 36 في الآلاف، ونكتب وما ننساش باللي باقي لي 3 أرقام في الوحدات، دائما هذه ما ننساهاش، 3 أرقام في الوحدات. نكتب 40، يعني 0 في الوحدات، والأربعة في العشرات، أما في المئات فأضع 0. هكذا 36,040. الآن عندنا العدد الأخير، وهو 34,028,013. إذا نكتب 34 في الملايين، وما ننساش باللي غادي نكتب 3 أرقام تاع الآلاف و3 أرقام تاع الوحدات. صافي، هذا العدد فيه شحال من رقم؟ فيه 3 6 8، إذا 8 أرقام. نعم، إذا نكتب 34 في الملايين، نكتب 34 في الملايين، وما ننساش باللي باقي لي 3 أرقام تاع الآلاف و3 أرقام تاع الوحدات. إذا 28,000،
نكتب 28 في منزلة الآلاف بهذا الشكل، وفي الأخير و13 نكتب 13 في منزلة الوحدات. لاحظ جيدا، عندنا 3 أرقام تاع الوحدات، وعندنا 3 أرقام تاع الآلاف، وعندنا الملايين. 34 مليونا و28 ألفا و13. إلى هنا عزيزي التلميذ نكون قد أنهينا هذا الدرس، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قد فهمته جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.